مدرب المنتخب الانجليزي جاريث ساوثجيت قال ان الجناح بوكايو ساكا هيكون جاهز علشان يشارك في مباراه المنتخب المقبله امام الدنمارك في دور نصف نهائي من اليورو المقرر لها يوم الاربعاء المقبل. ساكا كان تعرض لاصابه خفيفه خلال تدريبات المنتخب الانجليزي الجمعه اللي فاتت، غاب عن مواجهه اوكرانيا، وشارك كمان ساكا صاحب 19 سنه بشكل اساسي من بدايه مشوار المنتخب منتخب الاسود الثلاثه في البطوله.